السلام عليكم، ردينا مع برنامج جديد أو برنامج يستخدم أو موقع يستخدم للعروض التقديمية. اسم البرنامج فوكسكي. ما راح أبلش بمقدمات وايد، راح أتعرف عليه مع بعض. أول شيء نسويه إن إحنا نكتب فوكسكي اللي هو Focusky، بعدين نضغط على أول رابط، راح تطلع لي هذه الشاشة. طبعا برنامج الفوكس كي لازم نسوي له داونلود، لازم نحمله على الجهاز نفسه حتى احنا نقدر نستخدمه. طبعا مثل أي برنامج ثاني، في نسخة مجانية وفي نسخة اللي تكون طبعا بفلوس. خنشوف قبل لا ننزل البرنامج، خنشوف البرايسينج، خنشوف شنو هي الباكيجز اللي تكون بفلوس. أول واحدة اللي هي بفري، طبعا يحط لك شنو هو الموجود فيه، شنو تقدر تسوي إلى آخره، مثل أي برنامج ثاني. طبعا عندنا الفري، عندنا اللي بلش 9.9 دولار، في ب99 وفي ب399. حلو، كل واحد له. طبعا كل ما زاد السعر زادت الأشياء اللي أنت تقدر تستخدمها، الأشياء اللي تتعامل معاها. كل ما كان الفيديو نفسه يعني بروفيشنال أكثر. نرجع حق الصفحة الرئيسية. طبعا برنامج الفوكس كي مثل أي برنامج، احنا نقدر نسوي اكاونت فيه. خلنا نتعرف اول شيء على المعلومات اللي موجودة. طبعا حاطين لنا ان ابلود المانث، هني حاطين لنا 50، هني حاطين لنا 200، هني unlimited و unlimited يعني يستمر معاك. بالنسبة حق هنشوف publish video HD. طبعا بالنسبة حق HD video الفري هي مو HD، بس الباجي امبلا، يعني تكون يكون الفيديو أوضح من النسخة الفري. بس طبعا احنا راح ناخذ النسخة الفري، نتعلم عليها، نتعرف على البرنامج نفسه، شنو شلون شنو ممكن نسوي فيه وشنو ممكن يفيدنا فيه. طبعا هني حاطين لنا amount of presentation for offline viewing اللي هو مقدار البرزنتيشن اللي انت تقدمه اذا كان اوفلاين، يعني مو شابك. بالنسبة حق الفري مستحيل انك تقدر، ما في. بالنسبة حق اللي الباكج اللي بعده اللي هو باكج الستاندرد 30 شهر، اما البروفيشنال unlimited، واللي بعدها من unlimited. animation editor، وعندنا اللي هما الريسورسز شنو هنقدر نستخدم، الداونلودز. طبعا الفري ما تقدر تسوي داونلود. keep presentation private، انه هو يكون private ما حد يشوفه. الفري مستحيل انه يكون، يعني تقريبا باكج الفري ما عنده وايد اشياء.
custom background color، يعني هني بس يمكن نقدر نغير الخلفية. أقدر أشاركها في social networks، customized looks، عندي التكست back issue، يعني هاي تقريبا الأشياء اللي أنا أقدر أسويها. زين support اللي هو إن إحنا نقدر نتواصل معاهم، إذا أحتاج مساعدة أضغط على هذا اللينك. عندنا case studies، اللي هو عندنا education، marketing، movie and game، product. خلنا نرجع حق education. نضغط على طبعا يقول لك إنه لازم تكون تحرص إنه يكون عندك فلاش بلاير فيرجن. نجرب نروح حق الصفحة الرئيسية ونسوي داونلود، نشوف طريقة الداونلود. دي طبعا نضغط على فري داونلود. بعد ما طقيت على علبة الداونلود اسم البرنامج تحت، راح اضغط open when done، يعني لما يخلص يفتح عليه. على ما يخلص نقدر نسوي ساين اب لبرنامج فوكسكي. طبعا حالة حال أي برنامج ثاني لازم نكتب الإيميل. كتبنا الإيميل، نكتب باسورد ونرد نكتب الباسورد مرة ثانية.
بعدها نطق ساين اب حتى يتسجل البرنامج. صار هني داونلود، سو قاعد يقول لي ان انا شنو لابتوبي عشان يتحمل البرنامج فيه. بما ان طب مالي ويندوز 10، نقول داونلود فور ويندوز، إذا كان لابتوبك اللي قاعد تستخدمينه ماك تنزلين أو تضغطين على الأيقونة الخضراء، أما إذا كان ويندوز فزرقاء. أنا بما أني ويندوز فضغطت على الزرقاء، فناطرين على ما يتحمل.